اختي، انا بدي اقول لك شغله مهمه. تفضل خبرني. بس ما بعرف اذا اللي رح اقوله كان اكرم بده اياكي تعرفيه ولا لا. انا بدي اقول لك انه اكرم كان لازم يخبرك من الاول، بس بصراحة الحالة اللي صارت معي يا أختي ما بقى رح تخليني أتحمل المسؤولية أكتر. عن أي مسؤولية عم تحكي؟ ما هيك عايشة؟ وهي هلأ قاعدة عندي بمولتان. انت شو اللي عم تقوله؟ بترجاك يا اخي اذا اللي عم تقوله مزحه كرمال الله بلاها، انا ما فيني اتحمل هيك مزح. انا عم بحكي الحقيقه يا اختي، ما هيك قدرت تنفض من الحادث.